النظام الإيراني سلوكيات النظام الإيراني أعتقد أنها يعني لن تتغير طالما هذا النظام موجود، رغم انفتاحه على العديد من الدول التي كانت تربطها لديه علاقة غير يعني غير مرضية، لا سيما العلاقة مع الرياض. لكن أعتقد أن النظام الإيراني، خلفيات النظام الإيراني لا تسمح له بانفتاح ثقافي واجتماعي، يعني يدع له فرصة التعامل مع المواطنين بشكل من الحرية والحقوق الإنسان. نعم أستاذ محمود. نعم طيب، اليوم يعني هذه المطالبات هي ليست بجديدة وليست بالأولى من نوعها، شاهدنا وتابعنا العديد من المطالبات الحقوقية وملفات تنتهك حقوق الإنسان في الداخل الإيراني كقمع الحريات ويعني ظروف الاعتقال السيئة في الداخل الإيراني، لكن لا خطوات فعلية. هل فعلا هناك جهات خارجية تمتلك القرار أو تمتلك أوراق الضغط على السلطات الإيرانية لتحسين ظروف حقوق الإنسان في الداخل؟ أعتقد الجهات الخارجية لا يمكن أن يعني تحدث تأثير عميق على النظام الإيراني، لأن العقوبات الغربية كلها لم ترزع النظام الإيراني عن كف من سلوكياته تجاه المواطنين طيلة الفترة الماضية قبل الدخول بانفتاح في العلاقة مع السعودية. لكن الغرب لا يمكن أن يفعل سوى مزيد من العقوبات التي يعني ربما تضع النظام الإيراني يعني بين يدي يا إما زيادة يا إما نقصان، لكن لا يمكن أن يكف بشكل نهائي. طيب أستاذ محمود، من وجهة نظركم ملف حقوق الإنسان وهو ملف هام خصوصا في إيران، إلى أين يتجه هذا الملف، وكيف للداخل الإيراني باختلاف انتماءاته وتوجهاته ويعني تطلعاته أن يقبل ويرضى بهذا الظلم الذي يطبق بحقهم أستاذ محمود؟ أعتقد أن السلطوية النظام الإيراني رغم انفتاحه على الخارج يعني بأكثر من اتجاه، لكن سلطوية النظام، طبيعة النظام الحاكم لا تدع أي فرصة للمواطنين بالتعبير عن الرأي أو بأخذ مزيد من الحرية أو حتى الانفتاح يعني المرغوب فيه في ظل السياق العالمي الحالي. فبالتالي أعتقد أن وضعه الإنسان إن لم يزيد عن الوضع الحالي إلا يعني إلا أنه من الممكن أن يدخل في مرحلة مختلفة مغايرة في ظل السياق الانفتاح الذي تشهده المنطقة نعم حاليا. الأستاذ محمود أبو حوش الباحث في العلاقات الدولية، كل الشكر لك لطيب هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.